أكد رئيس إقليم كردستان شرفان بارزاني خلال مشاركته أعمال منتدى السلام والأمن بالشرق الأوسط التي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كردستان دهوك أن إقليم كردستان انتصر على داعش الإرهابي بهمة قوات البيشمركة والقوات الاتحادية ودعم المجتمع الدولي. إننا الآن نبحث عن ضمان الاستقرار وإنهاء مرحلة شبح الحروب، وعلينا إنهاء كل العوامل التي كانت تصنع الحروب وعدم الاستقرار. لقد فرض علينا في هذه المنطقة حرب لم نكن طلبناها مع إرهابيين دوليين، إنهم داعش الإرهابي. على الأرض لم يبقى هناك شيء اسمه خلافة داعش الإرهابية الإسلامية، لكن هناك طريق طويلة لتحقيق الأمن بالتحديد تشخيص العقد التي من شأنها أن تفعل إعادة داعش في هذه المرحلة في هذه المنطقة مجددا. مع المجتمع الدولي في كردستان استطعنا بالقوة العسكرية الانتصار على داعش، وبهمة حماة المنطقة بيشمركة كردستان والجيش العراقي ودعم المجتمع الدولي ومساعدة التحالف الدولي انتصرنا. هذا كان عبارة عن إعلان رسالتنا إلى أن الاستقرار والأمن يحتاج إلى التفاهم والتوافق والتعاون الدولي، وهو ما بعث برسالة أيضاً.